صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال بأن الكفار أغبياء مهما بلغوا من اختراعات وغيرها، بدليل قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ يقال جهال، يقال جهال، وإن كانوا علماء في الاختراع والعلم الدنيوي والتقني فهم جهال في أمور الآخرة، جهال، وعلمهم هذا ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.